وللحديث عن الصراع الأمريكي الإيراني في العراق وتهديدات الميليشيات المتزامنة مع زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني إلى بغداد، ينضم إلينا عبر سكايب من باريس السياسي العراقي أمير المفرجي. أستاذ أمير، مرحبا بكم. يعني الميليشيات هددت باستهداف القوات الأمريكية المنتشرة في العراق، لكن هل الآن تنبهت الميليشيات بوجود قوات الاحتلال في العراق؟ مساء الخير. أهلا بك سيدي الكريم. من الطبيعي أن ما يحدث الآن يعني يدخل في مشكلة تناقض كبيرة بين ما يعني عمل به منذ 2003، يعني منذ أن جاءت الولايات المتحدة في غزوها للعراق، وعندما أعطت الضوء الأخضر لإيران لإدخال ميليشياتها في العراق. إذا هناك تناقض ما يحدث بما سبق، والآن الميليشيات نفسها التي سلحت من قبل القوات الأمريكية تريد أن تقول بأنها ضد الوجود الأمريكي. هناك تناقض كبير بين ما يعمل به وما بين أيضا الحكومة العراقية، بقوسين يعني النظام العراقي الذي هو اعتبر نفسه بأن هذه الميليشيات لها شرعية وطنية، بقوسين شرعية النظام الطائفي، وفي نفس الوقت يعني النظام الطائفي في العراق هو مع الولايات المتحدة، وقع معها اتفاقيات، ولكن هناك يعني نلاحظ نوع من الانفصام بين الأذرع الإيرانية والنظام العراقي الذي لم يعد يعرف أين يكون موقعه، لأنه يبحث عن موقع، هل معه هو سيبقى مع إيران أم مع الولايات المتحدة الأمريكية. طيب أستاذ أمير، على ذكر الضوء الأخضر، هل هناك ربط بين تهديد الميليشيات وزيارة إسماعيل قاآني إلى بغداد مؤخرا؟ أنا شيء طبيعي، يعني المشكلة هي جاءت وحسب ما شاهدنا بعد يعني دخول عدنان الزرفي إلى المشهد السياسي العراقي. عدنان الزرفي والكل يعرف بأنه كان موجودا في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن هذا يعني المنطق إيران تريد أن يعني أن لا يكون لعدنان الزرفي يعني مجال في النظام العراقي. فلهذا يعني نلاحظ هناك نوع من يعني الصراع الأمريكي الإيراني في العراق، الصراع السياسي بالإضافة إلى الصراع العسكري. الصراع السياسي يتمثل في قبول أو عدم قبول عدنان الزرفي. أنا في نظري الولايات المتحدة الأمريكية وضعت عدنان الزرفي يعني في الطاولة وتريد أن تفرضه على النظام العراقي. وعندما تكون المشكلة برفض إيراني، فأن النظام العراقي سيهوى، لأن الولايات المتحدة هي صاحبة الكلمة الأخيرة في المجال الاقتصادي وفي المجال العسكري. أستاذ أمير، هذه التهديدات وما يقابلها على الأرض، ألا تعتقد أنه قد يجر العراق في صراع أقليمي دولي هو غير قادر على تحمل تبعاته، أم سينجح يعني الساسة في العراق على البقاء على الحياد لو حدثت حرب بين الطرفين أمريكا وإيران؟ في الحقيقة أن النظام العراقي، الهدف الرئيسي لهذا النظام العراقي هو البقاء والاستمرار في يعني سرقة ثروات العراق والهيمنة على المشهد السياسي العراقي. وأنا يعني لم أكن يعني مستغربا إذا يعني تم مشاهدة الكثير من هؤلاء الذين هم تحت العباءة الإيرانية يتحولون ويذهبون إلى الجانب الآخر مع الولايات المتحدة الأمريكية، عندما يرون بأن يعني إيران، فترة إيران قد انتهت في العراق. فلهذا أنا متأكد بأن النظام العراقي يعني ومن يعني ما نلاحظه من الموجودين في على رأس المشهد السياسي العراقي من الوزراء ومن النواب، بعض النواب الذين هم يعني تحت العباءة الإيرانية، أنا في نظري يقبلون بهذا التغير إذا كان لغرض مصالحهم ولغرض استمرارهم في السلطة. أستاذ أمير، وكالة مهر الإيرانية قالت أن زيارة قاآني أكدت أن إيران لن تترك العراق. لماذا هذا التركيز على العراق وإيران تمر بأزمات سياسية واقتصادية وحتى صحية؟ يعني لماذا هذا التركيز في هذا التوقيت الحرج بالذات؟ شيء طبيعي أن المشروع الإيراني، مشروع القومي الفارسي الإيراني، قد بدأ من العراق. إذا نهاية المشروع الإيراني ستكون في العراق، لأن العراق قد استعمل من قبل النظام الإيراني
كقاعدة يعني للذهاب إلى أبعد أماكن المنطقة. العراق كان قاعدة كبيرة، ما نلاحظه الآن من وجود ميليشيات وأسلحة إيرانية من نوع ثقيل يثبت بأن إيران تريد أن يبقى العراق كقاعدة لاستمرار سياستها. إيران، العراق بالنسبة إلى إيران هي قضية حياة أو موت. يعني خروج العراق من العباءة الإيرانية هو سقوط للنظام القومي الإيراني الذي جاء بالمشروع القومي الإيراني الذي يريد أن يستعمر به الدول العربية. أستاذ أمير، الميليشيات وصفت في بيان لها، وصفت رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي وبرهم صالح بأنهم عملاء للولايات المتحدة. هذه الميليشيات في نفس الوقت تقر بأنها تابعة لإيران. السؤال هنا، هل بات واضحا انقسام شركاء العملية السياسية لفريق أمريكي وآخر إيراني؟ شيء طبيعي، يعني وجود عدنان الزرفي قد أثبت بأن هناك انشراح واضح بين الكتل بين قوسين، الشيعية الطائفية التي كانت يعني تريد أن تبقى تحت العباءة الإيرانية، ولكن المصالح تحتم على البعض. من يعني كمثال، عدنان الزرفي هو كان أحد يعني أعضاء هذا التجمع الشيعي الطائفي الذي وصل إلى العراق بعد 2003، ولكن المصالح تفرض على هؤلاء أن يغيروا في الموازين وفي الاتجاهات. أنا في نظري يعني المتواضع بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تجد عملاء لها حتى ولو كانوا مع إيران سابقا، تريد أن تبقى مع من يساندها في العراق، وهذه هي المشكلة يجب على العراقيين يعني أن يعوا بها، لأن الولايات المتحدة ليس لها صديق، لها مصالح في العراق وسوف يعني تبقى وتريد أن يعني أن تحيد البعض للذهاب في اتجاهها في المنطقة. أستاذ أمير، أخيرا، تعتقد بعد هذه التهمة بأن عدنان الزرفي عميل للولايات المتحدة، تعتقد أن باستطاعته أن يحصر السلاح بيد الدولة، وبالتالي هل باستطاعته إنهاء سطوة الميليشيات حتى على القرار السياسي في المستقبل المنظور؟ بالطبع لا، يعني عندما نلاحظ التصريحات الأخيرة للسيد عدنان الزرفي يبدو لنا واضحا بأنه يريد أن يعني يظهر لإيران بأنه أيضا الحارس الذي سوف يطيع أجندتها في العراق، ولكن عدنان الزرفي هو ليس إلا بودق، يعني ليس إلا جندي أمريكي سوف يعني يقع في مأزق، وسوف تكون هناك يعني أنا في نظري هناك تدخل أمريكي سياسي واضح يفرض على الواقع السياسي العراقي بتغيرات جديدة وبتغيرات كبيرة. ما نسمعه الآن من تدخل أمريكي عسكري، من احتمالات تدخل أمريكي عسكري هو ليس إلا بداية. أنا يعني لا أستطيع أن أقول بأن هناك تدخل عسكري، ولكن هو ضغط سياسي كبير لإجبار النظام السياسي على تغيير اتجاهاته وبوصلته. من باريس، السياسي العراقي أمير المفرجي، شكرا جزيلا لكم.